Carving maxillary central incisor. طلاب بهذا الفيديو رح نتعلم شلون نرسم وننحت الليبيال واللينجوال سيرفيسز على الواكس، والقياسات اللي رح نستخدمها هي نفسها الموجودة بالفيديو اللي نزل لكم على الكلاس. أول شي رح نسويه هو نرسم الميدلاين. طلاب هنا لازم تنتبهون على المسطرة اللي تستخدموها، لأنه المسطرة هي بيها جهتين، بيها انشز وبيها سنتيمترز. احنا نستخدم السنتيمترز، ما نستخدم الانشز. فنحدد طول الكراون اللي هو 10.5، نخلي الصفر ويا نهاية البلوكة مال واكس، منا لهنانا 10، وحتى أحصل النص النقطة أخليها بين 10 و11، فيصير عندي 10.5 هذا طول الكراون. بعدين من هذه النقطة أرسم الخط اللي يمثل لي السيرفيكال لاين. هسه صار عندي ميد لاين وسيرفيكال لاين، هاي لازم أرسمها بكل السيرفيسز. هسه راح نقسم الكراون إلى ثيردز، إلى أثلاث. احنا نعرف انه طول الكرام هو 10.5، فكل ثلث راح يكون 3.5. هسه راح احدد عرض الكرام. طلاب مثل ما عرفنا الكرام له عرضين، عرض ات سيرفكس اللي هو 7، والعرض الثاني هو 8.5. العرض ات سيرفكس كنت احدد بيه السيرفايكال لاين. طلاب احنا هسه ما راح نرسم السيرفايكال لاين، السيرفايكال لاين له خطوه واحد بعدين نوصلها. السبعة راح أرسمها على هذا الخط اللي اعتبرته cervical line. فمن نقطة 10.5 ميجيلي راح أروح 3.5 وتستلي همين 3.5، صار عندي 7 على هذا الخط اللي اعتبرته cervical line. بعدين أرسم 8.5 اللي هي ميجيلي أصعد 1.5 أروح 4.25، دستلي أصعد 3.5 أروح 4.25. فهسه ميجيلي أصعد 1.5 وأروح 4.25، ودستلي أصعد 3.5. هنا راح تصير النقطة بالجنكشن between middle and incisal third، لأنه أصعد 3.5 وهو الثلث 3.5، وأروح 4.25. صارت عندي هاي النقاط راح أجي أوصل بيناتهم. فأول شي أرسم الميجيال أوتلاين اللي يكون تقريبا ستريت، والميجيال أنجل تكون تقريبا 90 درجة. الدستال أوتلاين يكون لا شوية أكثر راوند، والدستال أنجل تكون راوند. كملنا الرسم، هسه راح نجي ننحت. هنا أنا رسمت الليبيال سيرفيس بس ما رسمت اللينجوال سيرفيس. ليش؟ لأنه احنا هسه من راح ننحت راح نشيل هذا الزايد اللي هو صاير برا الخط، ومن راح اشيله هو اوريدي راح ينشال من اللينجوال سيرفيس وراح يرسم. بس اذا انتو تريدون ترسموا براحتكم. هسه راح اشيل الزايد. انا احب اول شي اخلي قاعدة قبل لا انحت، واحاول ما اتخطى هاي القاعدة. يعني لما اشيل اوقف لهاي القاعدة وهاي، حتى يكون شغلي نظيف. طلاب الطبقات اللي تاخذوها او اللي تشيلوها حاولوا تكون متساوية ليبيال ولينجوا، ودائما من تشيلون ترجعون تشوفون الرسم حتى تشوفون وصلتوا للخط او لا، وتنتبهون انه هدا تاخذون ليبيالي اكثر او لينجوالي اكثر. يعني هنا انا ماخذة لينجوالي اكثر، فراح احاول اعدل. لازم تكون طبقات متساوية. ليش؟ لأن أنا ما رسمت لينجوال سيرفيس، فراح أعتمد على أنه أشيل كمية متساوية ليبيال ولينجوالي. بس إذا تريدون ترسمون لينجوالي فبراحتكم. كل ما أشيل أنتبه على الرسم. هسه هنا أنا وصلت للخط، فأشيل الباقي اللي من جوا صاير. هسه شلت كل الزيادات هنا وحصلت على الميجيال اوتلاين، وصلت للخط. اذا تشوفون هنا انه انا شلت هذا الزايد ليبيالي ولينجوالي، ما احتاجت انه انا ارسم الرسم لينجوالي. ليش؟ لان شلت كميه متساويه ليبيالي ولينجوالي. هسه نشيل
الزايد من الجهة الثانية، هم نفس الشيء أخلي قاعدة وأحاول أنه ما أتخطاها، وأخذ طبقات متساوية لأبيض اللينجولي وأنتبه على الخط أو أنتبه على الرسم. وأظل أشيل واكس إلى أن أوصل للخط اللي أنا راسمته. تقريبا هنا أنا وصلت للخط، فراح أشيل الزايد الفوق. طلاب هنا حاولوا تديرون بالكم لأنه هاي كلش ببساطة تنكسر، فحاولوا تشيلون طبقات صغيرة حتى ما تنكسر عندكم. شوفوا طلاب هنا أخذت لينجولي أكثر من ليبيلي، فراح أشيل ليبيلي أكثر حتى أساويهم. بالأخير حصلت على labial و lingual surfaces. شلت الزايد من هذه الجهة ومن هذه الجهة. labial outline يكون تقريبا straight، distal outline more round، medial angle تقريبا 90 درجة، distal angle لا تكون round. هاي بالنسبة لللabial. بالنسبة لللingual ما احتاجة أرسم لأنه هي بالضبط نفس قياسات labial surface. وهنا يكون صار عندي labial و lingual surfaces كاملات.